طيب لما سألت حضرتك عن وضوح البرنامج الانتخابي أحلتني النقطة مهمة جدا وباب كبير، وهو السوشيال ميديا والوسائل الحديثة في الإعلام، النيو ميديا كما يمكن أن صحيح. نسميها. طب لو سألت حضرتك عن التيارات السياسية اللي بينتمي إليها المرشحين، لدينا الآن 4 مرشحين، صحيح. نستطيع أن نصنف كل مرشح فيهم في خانة سياسية معينة؟ بمعنى هقول لحضرتك، دايما بتشغلني مثلا في الانتخابات اللي بنشوفها في أمريكا اللي توصف بأنها أعرق الديمقراطيات، وإن كانت هذه الجملة تحتاج إلى وقفة يعني، صحيح. لكن في أمريكا مثلا عندك دايما في وضوح التيار الجمهوري، التيار الديمقراطي، ده أفكاره يمين وسط يسار، وبالتالي يحق للناخب أو يقدر الناخب أنه يروح يدلي بصوته بناء على معرفته بالتوجه ده. صحيح. النهاردة في مصر كيف نصنف هؤلاء المرشحين الأربعة؟ احنا عندنا المرشح السيد عبد الفتاح السيسي تقريبا برنامجه الانتخابي واضح، تقريبا واضح، وهو جاي من انجازات تمت على الارض، جاي من انجازات حقيقيه تمت على الارض. على فكره المواطن عندما يقف مع نفسه وقفه بيشوف الانجازات دي تمت على الارض، بيشوف حجم التوسعات العمرانيه الضخمه، وكانه برنامج مرئي. ما برنامج مرئي واتحدث عنه المرشح عبد الفتاح السيسي في رئاسته الفترة الأولى والثانية، تحدث عنه وشافته الناس، والناس شافته. وهو الآن عندما يتحدث عن برنامج انتخابي للحملة بتاعته، فهو منطلق من مصداقية موجودة. طيب في مشاكل على الأرض، في مشاكل على الأرض. طيب في حلول، في حلول، في تنافس، في تنافس. باقي المرشحين بينطلقوا من حيث انتهى المرشح. طب إذا لو حبيت أحط عنوان للمرشح الأول الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجوز أن نسميه مرشح التنمية والاستقرار مثلا؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا. التنمية، الاستقرار والتنمية. لأنه التنمية تأتي بعد الاستقرار. هو حقق معادلة ضخمة جدا. أنت نظرة إلى هذا الإقليم، إقليم الشرق الأوسط، هو أكبر إقليم مضطرب في العالم. نظرة مرعبة. أكبر إقليم مضطرب في العالم. هاتي لي إقليم ولا منطقة فيها اضطراب مثل هذه المنطقة. فيش. حرب ضروس ليها 35 34 يوم. حرب. دول انهارت في 10 سنين مضت، خلت العشر اللي فاتت، دول انهارت. اقتتال داخلي. احنا يكفي ان مصر في جنوبها السودان الشقيق في معارك بين صحيح. الجيش السوداني وفي شرقها وفي ليبيا بلا حكومة مركزية. ويعني والكل يعلم ما الذي جرى. سوريا دولة يعني تعاني من مشاكل ضخمة كده، واقتتال داخلي ظل ولا يزال لسنوات. عندك اليمن، عندك لبنان بما يحدث في لبنان، عندك حتى الأردن تعاني من مشاكل نتيجة الحرب. والجبهة الوحيدة تعتبر هادئة نوعا ما هي الشمال، وما وراءها أيضا خلافات يعني وصراعات. خلافات يعني هذه المنطقة مضطربة جدا، مضطربة جدا، ولا تكاد تهدأ، ولا تكاد تهدأ. يعني كل ما تحاول التهدئة والوصول إلى اتفاقيات سلام وهدوء تندلع أزمة تلو الأزمة تلو الأزمة. والأزمة بتاعت الحرب، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة دي لن تنتهي بسهولة على فكرة. صحيح. لا سيكون لها أثارها الكبيرة والتبعات الضخمة الكبيرة. احنا بنتكلم في إقليم مضطرب جدا، وسط هذا الإقليم دولة ضخمة كبيرة عظمى في المنطقة تقف على أقدام ثابتة وسط هذا الاضطرابات. هنا إعجاز على فكرة، هنا معجز. إذن هنا المرشح عبد الفتاح السيسي، أيوة. هنا تحقيقه للأمن والاستقرار هو يأخذ عليه 10 على 10. طيب. حقق هذه بمؤسساته، بقوة مؤسساته. أوكي. التنمية بيأخذ عليه برضو رقم كبير جدا، لأنه حقق برضو معجزة، أنه يحقق الاستقرار والأمن والأمان. هي مش دولة صغيرة، ده دولة عظمى بتكلم في 105 مليون وتحديات ضخمة كبيرة ويراد جدا، ويراد لها أن تكون الدولة الأهم. وعليها مؤامرات داخلية وخارجية ضخمة جدا، ويحقق معدلات تنمية كانت محل إشادة من المنظمات الدولية المعتبرة. يعني معدلات تنمية ضخمة دمت برضو في ظل ظرف اقتصادي ضاغط، في ظل دولة محدودة. صحيح. الموارد، أنه حقق هذه المعادلة، ده والله حقيقة الأمر عندما يتم النظر بموضوعية وبإنصاف، هذا أمر معجز. هذا المرشح حقق معجزة في مصر بأن جعل الدولة المصرية على عظم أهلها وكثرة سكانها وشح مواردها والاضطرابات اللي حواليها، أنه حقق هذا الإنجاز، أنه تكون آمنة مستقرة، معدلات تنمية جيدة وسط هذا الإقليم المضطرب،
ده نجاح ضخم كبير.